محيوس، ولكن تعاملت إدارة الاتحاد معهم موجود لاعبين صبيان صغار، خطيرة والحارس يتصدى وجول. الهدف، هل مسيطر على الكرة الحارس بن بوتا ولا؟ وهنا مساهمة رامي عاشور، إمام عاشور يسدد والحارس يرتبك، كهربا يتابع يخطف، تقدم الاتحادي في كرة عرضية خطيرة والحارس شناوي من جديد، شناوي من جديد على كرة البوتا عن طريق سليم، رضا سليم، رضا سليم، كهربا خطيرة جدا، الدخلة من رضا والحارس بن بوتا. بالعيد زين الدين بالعيد وجول، 1-0 للياسمة، 1-0 لأولاد الباشا، أولاد الباشا يتقدمون 1-0 عن طريق زين الدين بالعيد، 1-0 للفرقة الجزائرية. كرة باية من اللاعب تومي سانج، جاب الكرة، جابها خطيرة منطقة الجزاء، يدخل مرة أخرى، حاول يهرب، الدفاع موجود عن طريق الخبرات رامي ربيعة، ولكن تبقى جزائرية، ملعوبة العرضية، يمشي تومي سانج، الهربة خطيرة على النادي الأهلي، تومي سانج يعمل عرضية درجة الكرة الشحات، 1-2 خطير النادي الأهلي، يقترب من التعادل والحارس، والحارس بن بوت، الحارس بن بوت ويرجع بالكرة مرة ثانية، والدفاع يعاني، والكرة عن طريق الشحات، والكرة ضاعت، الكرة ضاعت، ياخذها خطيرة جدا، الكونتر اتاك الجزائري صعبة جدا ملعوبة، يمشي راس راس ولكن شوف الكرة، هذه فرصة، هذه كرة، كرة كانت خطيرة جدا، رجع متأخر الدفاع الجزائري في التغطية والكوفرتور. ممتاز اللاعب مبارك امام القوة الافريقية لديانج، يمشي بالكرة بن بوت، اسامة الاستحواذ، ترجع الكرة ليسما، ليسما اخر كرة خطيرة، التسديدة والفرصة للثاني ضاعت، كرة الهدف الثاني اعدرها الفريق الجزائري من المالي، من المالي، ورسميا بطل افريقيا، بطل ابطال افريقيا، بطل السوبر الافريقي، بن شيخة 7-7، بن شيخة 7-7، وملا شيخة في الجزائر العاصمة وفي كل مدن الجزائر، مبروك بالعيد، مبروك ليسما، هارد لك النادي الاهلي، الاهلي يخسر بطولة ويكسب تحديات قادمة، وليسما يكسب الثنائية في موسم تاريخي، روح الاتحاد، اتحاد الاتحاد، وحدة الاتحاد، اليوم تاع الاتحاد هي التي صنعت الفارق هذا المساء، مبروك السوستارا، هارد لك النادي الاهلي، مهند الجالي، روح الفريق الجزائري صنعت الفارق، اي روح، اي تحضير بدني، اي انضباط تكتيكي، واي تحضير وتسيير للمباراه والفاينل من الجنرال عبد الحق بن شيخه. الاهلي يتعثر ولا يسقط، والاتحاد ينتصر ليفرح، واسبوع يكتب في تاريخ عشاق الكره الجزائريه، البارحه منتخب واليوم ناديهم العاصمي، من القصبه الى باقي اركان العاصمه، فعلوها الاتحاد، اتحاد الشهداء. تفضل مهند.